محمد حوارات وآلاء كل يوم بيفاجئوا جمهورهم بظهور جديد خلال شهر العسل في جزر المالديف، وبيتفاعل معهم جمهورهم بشكل كبير جدا بسبب شعبيتهم الواسعة، ويعتبروا من أفضل اليوتيوبرز المصريين في الفترة الحالية، حيث إنهم بيمتلكوا ملايين المشتركين ومتابعين على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وكان فرحهم عامل ضجة كبيرة جدا في مصر والوطن العربي كله، وحضر الفرح العديد من النجوم والمشاهير. والجدير بالذكر إن محمد حوارات اتجوز وعنده 32 سنة، ومراته آلاء كان عندها 25 سنة، والفرق بينهم 7 سنين. وحاليا بيعيش محمد حوارات وآلاء أجمل أيام حياتهم خلال قضائهم شهر العسل في جزر المالديف، لأن من وقت سفرهم لحد دلوقتي كل مسيتهم وسرهتهم ضحك وهزار ولعب، ولسه محدش لحد دلوقتي هما يرجعوا مصر تاني امتى. ويا ترى هيلحقوا يوصلوا 3 مليون هما في المالديف ويحتفلوا هناك، ولا الموضوع هياخد وقت ويستنوا لحد ما يرجعوا مصر ويحتفلوا هنا؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.